مرحبا بكم مشاهدي التلفزيون الجزائري، وتحديدا برنامج قمتاك الذي سنحاول من خلال هذه الحلقة أن نقترب أكثر من البوابة الإعلامية الإلكترونية وحتى منصات التسجيل، تسجيل الوفود والصحفيين أيضا، ولنا آراء وانطباعات العرب حول هذه البوابة. ولنا لقاء مع سيدة مختصة وكانت في هذه اللجنة التي كانت مختصة في تصميم هذه البوابة الإعلامية الإلكترونية. كل هذا مشاهدينا ستشاهدونه في الحلقة الثانية من برنامج قمتاك، تابعونا. أهلا من جديد. البوابة الإلكترونية للقمة العربية بالجزائر التي تم إطلاقها تحسبا لانعقاد القمة العربية 31 التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر القادم، معلومات ثرية ووثائق مهمة للمتتبعين والمهتمين، إلى جانب خدمات ومواضيع تخص المشاركين والإعلاميين. تحتوي هذه البوابة Arab Summit 2022.dz التي قامت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بإطلاقها بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية كوزارتي الاتصال والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على العديد من الأبواب، على غرار وثائق وجدول أعمال القمة، إلى جانب منصة لتسجيل الوفود المشاركة حيث يسهر القائمون عليها على إثرائها وتزويدها بالمحتويات الإعلامية ومنها المتعلقة بتحضيرات القمة. وكان الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن قد أشرف في 4 يوليو على مراسيم إطلاق هذه البوابة الإلكترونية التي قال إنها تعد جزءا هاما من تحضيرات القمة العربية التي تشرف عليها لجنة الوطنية المكلفة بتحضيرها وتنظيمها، كونها ستعمل على تطعيم الجوانب الإعلامية المتعلقة بهذه القمة، وكذا بتسهيل تسجيل الوفود العربية المشاركة وإحاطتها بجميع التدابير التنظيمية. مشاهدينا، هذه البوابة تحتوي على فيديوهات وصور ولقاءات وكلمات لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ذات الصلة بالقمة العربية، إلى جانب أمور أخرى كالإشادة دول عربية بالجهود وجهود رئيس الجمهورية في إنجاح الحدث العربي. وبإمكان المتصفح الموقع الولوج إلى صفحة الرئيسية التي تضم بوابة تخص جامعة الدول العربية وتشمل نبذة تعريفية بالمنظمة الإقليمية، نشأتها، أعضاؤها، الأهداف الرئيسية التي كرسها ميثاقها التأسيسي، وأدوارها على امتداد تاريخ وجودها في دعم ومساندة نضال الشعوب العربية في نيل استقلالها وتعزيز السلم والأمن في المنطقة العربية من خلال التسوية السلمية للنزاعات العربية وغيرها. مشاهدينا، هذه البوابة أيضا تتضمن منصة مرصعة بكلمة ترحيبية لضيوف الجزائر والوفود المشاركة في هذا الحدث الذي ينعقد بالجزائر وهي تحتفل بالذكرى 68 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. وفي ذات الباب تم تبيان التزام الجزائر التي انضمت إلى الجامعة العربية بعد أسابيع من استقلالها بالدفاع عن وحدة هذا الوطن. وفي ذات الباب تم تبيان التزام الجزائر التي انضمت إلى الجامعة العربية بعد أسابيع من استقلالها بالدفاع عن قضايا الأمة العربية والدفع بالعمل العربي المشترك. وتشير الصفحة أيضا إلى أن قمة الجزائر تنعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة وأحداث حساسة وسياقات صعبة، مما حدا برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على جعل وحدة الصف ولم الشمل ونبذ الفرقة وتغليب التوافق والائتلاف على التنافر والاختلاف عنوانا للقمة وهدفا أسمى لها. وتضمنت البوابة الإلكترونية أيضا فقرات تعرف بالجزائر وبموروثها الثقافي، إضافة إلى المواد الإعلامية الخاصة بثورة أول نوفمبر الخالدة. إلى جانب ذلك مشاهدينا، فيتم دعم الموقع لاحقا بجدول أعمال القمة ودليلها،
كما سيتم تزويد كل الوفود المشاركة عبر القنوات الدبلوماسية برابط خاص للدخول إلى موقع التسجيلات التي ستحدد في فترات لاحقة. مشاهدينا، ردود فعل عديدة وكثيرة حول هذه البوابة الرقمية الإعلامية ومنصات المشاركين، دعونا نتعرف على أهم ما قيل عن هذه البوابة الرقمية فلنتابع. أرى أن الحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية وتحت توجيهات رئيس الجمهورية ويعني بتنفيذ جيد جدا من أعضاء الحكومة، الحقيقة زي ما بيقولوا في مصر كل شيء تمام. مشاهدينا، في المقابلة الآن نسعد باستضافة السيدة سارة سلام يحياوي، مدير عام بمؤسسة تطوير الرقمنة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كي نقترب وإياها ولكي نتحدث عن البوابة الإعلامية الإلكترونية ومنصات تسجيل المشاركين. أهلا بك سيدتي. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. سيدة يحياوي، في البداية يعني نتحتم بل ضرورة أن نتحدث عن التحول الرقمي أو التحولات الرقمية التي تشهدها الجزائر في السنوات القليلة الماضية، التي أصبحت نتاجا لتظاهرات، تنظيم تظاهرات كبرى تتسم بالرقمية. حدثونا سيدة يحياوي عن هذه الخصوصية. نعم، في إطار تجسيد السياسة المسطرة من طرف السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتمثلة في التحول الرقمي، تسعى مؤسستنا وقطاعنا الوزاري وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتحقيق هذه السياسة، وذلك من خلال دعم ومرافقة مختلف الإدارات والمؤسسات. ما يخفلكمش أن مؤسسة دعم وتطوير الرقمنة هي مؤسسة عمومية وعندها مؤهلات وكفاءات وطنية، وتسعى إلى إنشاء نظام معلوماتي، منصات إلكترونية وبوابات إعلامية تهدف إلى التحول الرقمي في الجزائر. ممتاز. سيدة يحياوي، كما شاهدنا هذه البوابة الإعلامية الإلكترونية تتسم بتصور خاص من ناحية الشكل، حدثونا عن تصور هذه البوابة الإعلامية الرقمية الخاصة بالقمة العربية. كما تفضلت سيدتي، هي بوابة إعلامية، يعني أنه المتصفح سيذهب إلى الموقع، سيجد الصفحة الرئيسية، هذه الصفحة الرئيسية ستمكنه من التطلع على الأحداث. حاول الآن أن نتكلم عن التصور الشكلي لهذه البوابة، تحمل ألوان الراية الوطنية، تحمل تأثيثا وتبويبا خاصا، كونها بوابة خاصة بالقمة العربية. حدثينا عن الجوانب الشكلية للبوابة ثم سنتحدث عن شق المحتوى. تفضلي سيدتي. كما تفضلتي، تحمل الراية يعني لا شرط تحمل الراية
راية الجزائر، ونجد فيها لقطات ومقتطفات لكلمات السيد رئيس الجمهورية حول القمة العربية. نجد أيضا تشكيلة للجنة القمة العربية من حيث تشكيلتها، أعضائها، أهدافها الرئيسية. نجد الأحداث التي ستخص القمة العربية. وماذا بخصوص الموروث الجزائري؟ هل له نصيب في هذه البوابة الإعلامية كي يتعرف الوفود العربية أو الوالجين لهذه البوابة عن موروثنا الجزائري المتنوع؟ نعم، هناك شق خاص بالموروث الجزائري، يعني تشارك فيه، يعني ساهم فيه مختلف القطاعات الوزارية لتحيين يعني المحتوى. ممتاز. اللافت للأمر سيدة يحيوي أن حتى التسجيلات كانت بطريقة آلية في هذه القمة الرقمية الاستثنائية إن صح القول. حدثونا عن هذه التسجيلات التي تمت بطريقة آلية للوفود العربية المشاركة في هذه القمة العربية وحتى بالنسبة للصحفيين. في البوابة نجد منصات إلكترونية للتسجيلات، تسجيلات الوفود المشاركة وتسجيلات صحفيين، تمت بطريقة آلية يعني، والحمد لله تمت بنجاح وامتدت لفترة معينة سمحت لهم بالتسجيل، وتم إغلاق هذه المنصات يوم افتتاح يعني القمة العربية. ممتاز. سيدة يحيوي، هذه البوابة الإلكترونية الإعلامية هل ستدعم يعني بدليل خاص على سير مجريات القمة العربية كي يتتبعها المواطن العادي أو حتى النخبة أو حتى الصحفيين؟ هل تدعمت بهذا الدليل أو ليس بعد؟ يوم الافتتاح يوم 26 أكتوبر، يوم أمس، يعني بدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية. في هذا اليوم يعني تم تدعيم البوابة الإعلامية بجدول أعمال القمة وكذلك بدليلها. ممتاز. في الأخير سيدة يحيوي، كنتم ضمن لجنة قمة العربية بدون ورق وبكل ما تحتويه هذه الكلمة من معنى وكسابقة في تاريخ القمم العربية، في الأخير كم وفرت هذا التحول الرقمي في هذه القمة الرقمية الاستثنائية؟ كم كلفت وكم وفرت من جهد ونوعية ووقت؟ يعني هي إنجاز هذا المشروع كان الحمد لله برعاية وبتنسيق وزارات مختلفة، يعني والتكفل يعني تاعها كان في جميع المواضيع في جميع الميادين. يعني وش كلفت؟ بالعكس يعني اختزلت الوقت، اختزلت التكلفات، تكلفة طباعة الأوراق، تكلفة أردت القول أن التكلفة صفر. صفر ورق، الحمد لله. صفر تنقلات، بالإضافة صفر تكلفة مادية ربما. هذا هو القصد، بالإضافة إلى الولوج إلى التكنولوجيا، يعني الحمد لله يعني القيام وقدرتنا على وضع منصة رقمية ومنصات رقمية وبوابة إعلامية وبيبرلس، يعني وكبنا التكنولوجيات والحمد لله. سيدة سارة سلام يحيوي، شكرا جزيلا لك على كل ما قدمته لنا من شروحات وتوضيحات حول البوابة الإعلامية الإلكترونية. نلتقي في مواضيع مشابهة لاحقا بإذن الله. شكرا لك سيدتي. شكرا. أما أنتم مشاهدين ومتتبعي مجريات القمة العربية، برنامج قمتك يفتح لكم المجال للمشاركة وللتعليق عبر منصاتنا الرقمية untv.dz. إلى مواضيع رقمية لاحقة سنلتقي بإذن الله. إلى اللقاء.